اليوم مع انتشار الألعاب الإلكترونية بين مختلف الناس من مختلف الأعمار في المجتمع، هل من الممكن أن تكون الألعاب الإلكترونية هي سبب في تقوية الروابط الأسرية؟ خلونا نشوف رأي الناس. لا طبعا، لأن الألعاب تستهدف بس فئة معينة من أطفال وفئة الشباب، ما هي كل الأسرة. يعني أنا اللي أشوف أنه على حسب الأسرة صراحة. أحيانا بعض الآباء تكون عندهم اساسا اهتمامات في الالعاب، الامهات غالبا ما بيكونوا مشاركين، لكن مثلا الاباء مع باقي الاولاد مختلف اعمارهم ممكن تكون الروابط قويه عن طريق الالعاب اذا كانت اهتماماتهم متشابهه. يعني بيكون تواصل اجتماعي، يعني يلعبون يا بعض، يعني الابو والولد يكونون يعني نفس اخوان كذي رفقان، يعني الولد يلعب يا أبوه. لا، لأن مثل ما نشوف دائما يلعبون بروحهم ومنعزلين عن الأسرة بشكل كامل. يعني مستحيل أنهم يتجمعون في مكان واحد. إيه مستحيل، يعني هاي شيء نشوفه. علشان أول شيء أعرف هذا الرأس وش يفكر فيه وأصير قريب له، أي شيء منه عارف كل شيء عنه، هذا أهم شيء عندي أصير قريب له، مشاكله، عواطفه، زعله، كل شيء اثري اعرفه، حتى اسلوبه باللعب مع الناس اعرف ايش يفكر فيه ولدي. من رايي انا احس انه هو ما يربط الاسره في بعض، لان يعني مو كل الاسره تلعب هالاشياء، يعني راي عن راي يختلف. فمن رايي انا انه احس انه هو يفرق، بالعكس ياخذ وقتك من اسرتك اكثر. والله في ناس يعجبهم هاي الشيء ويصيرون كفاميلي ويلعبون كافراد، كلهم يلعبون في هاي اللعبه ويتستهويهم اللعبة. لكن أنا كأم يعني مرعودة في السنة الحين، وشفت هاي شيء قدامي وشفت مضارة على أولادي، أنا ما أحب هاي الشيء. ضدنا؟ أنا ضد إيه نعم، بس يعني أنا رأيي مو برأي الأغلبية، هذه رأيي الشخصي. ألاحظ إذا لعبت مع بنتي بعد اللعب تصير تحبني أكثر من أمها، فبالعكس يعني اللعب يزيد من أواصر المحبة، من الترابط، يصير فيه زي ما تقول تواصل أكثر بين الأب والأم مع عيالهم. فبالعكس أنا أنصح الأباء يلعبون مع عيالهم دائما. إذا كانت العائلة كلها تلعب نفس اللعبة فبيكونوا يشاركوا حاجة واحدة بيكون مشتركة بينهم، فيمكن هذا يقوي علاقة الأسرة. في تشارك؟ إيه، لأنه يأخذ وايد وقت، يعني يضيع وقتنا. تحسين إنه مو تمام إنه أمي وأبوي يلعبون وياي، صح؟ مو تمام. غلط. زين، شنو بعد من سلبيات بعد إن ماما والبابا يلعبون ويانا؟ هم يعني بعد كبار، يعني هم المفروض يسوون الشيء الصح وإحنا نتعلم منهم. والله في ألعاب يعني مثل ما كنت أقول إنه بسيطة والكل يفهمها بسرعة وتقضي وقت مع عائلتك بدون ما يعني مثلا تاكلون او يعني حلاوه وطالعه برا، بس قاعد في البيت ماخذ وقتك وتلعب العاب. يعني انه في اشياء تفكر وفي ناس تيمورك يصير بين عائله او كومبيتيشن، يعني انه حلو الشيء يكون